النزاهة الروحية تقع على عاتقنا المسؤولية المطلقة لاختيار التصرف بنزاهة روحية في جميع الأوقات. لا يوجد عذر لانتهاك الحقوق الروحية للآخرين عن علم، بغض النظر عن مدى سوء رد فعلهم عليك. تتطلب النزاهة الروحية أن نبدأ في النظر إلى ما نفعله حقا في الطريقة التي نعيش بها في حياتنا. هل عاداتنا الغذائية تنتهك الممالك النباتية أو الحيوانية أو الأرضية؟ هل تظهر اختياراتنا من الكلمات والأفعال احتراما للأشخاص الآخرين وأشكال الحياة الأخرى؟ هل نلعب لعبة البقاء للأصلح؟ هذه لعبة ناقصة. وهل نعطي لأنفسنا عذرا للسلوكيات غير الأخلاقية في المسائل المالية، مثل إظهار تمردنا الصامت ضد الحكومة من خلال محاولة الغش على الضرائب أو عن طريق إظهار نفسك على زميل موظف في العمل لإثبات أنك أكثر جدارة، وبالتالي يحق لك الحصول على الترقية والأجرة العالية؟ هل تخبر الناس بما يريدون سماعه من أجل الحصول على موافقتهم ودعمهم حتى لو لم يكن ذلك صحيحا تماما ولا يعكس احتياجاتك أو مشاعرك الشخصية؟ هل تحاول جعل الآخرين يقومون بنصيبك فيما يتعلق بالعمل أو المسؤوليات؟ هل تستخدم أعذارا خاطئة مثل العرق أو الجنس أو العقيدة أو الوضع الأكاديمي أو الاقتصادي لتبرير المعاملة غير المحترمة أو الاستغلالية أو غير اللطيفة للآخرين؟ تتطلب النزاهة الروحية أن نلقي نظرة جادة ومتكررة على كيفية إدارة حياتنا ومواجهة مجالات النشاط التي نؤدي فيها بطرق أقل روحياً، وتوظيف الالتزام والانضباط النشيطين لحل النشاطات السلبية من حياتنا إلى النزاهة الروحية. لا يعبر المرء أبواب السماء من خلال استخدام الأعذار لعدم توظيف النزاهة الروحية الحقيقية. إن زراعة السلام الروحية هي مسؤولية كبيرة على طريق الإتقان والطريقة التي يعمل بها الكون. لا يمكنك مغادرة المنزل بدونها، مما يعني أن هناك حقيقة بيولوجية للسلام الروحية تتجلى كيميائيا داخل الحمض النووي نتيجة لتلك الحالة وتركيز الوعي. إذا كنت لا تمتلك كمية كافية من الوعي الذي يحمل النزاهة الروحية، فلن يكون قالب الحمض النووي الخاص بك كذلك. فإن علم الأحياء الخاص بك سيكون سيد مهمتك. للمرور عبر بوابات النجوم يتطلب كمية كافية للسلامة الروحية المشفرة كيميائيا للوعي.